صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. أما الآيات التي قرأها سعد بن أبي وقاص عندما فتح المدائن وصلى صلاة الفتح أيها السادة الكرام وحول القصر إلى مصلى فمن سورة الدخان، وبعدها آيات أخرى أتلوها عليكم لإثراء الحوار الذي نجريه الآن ولنفهم السياق العام الفكري والإيديولوجي المتصل بهذه المرحلة من تاريخ العربي والمسلمين والإنسانية. في هذه الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون شوفوا الآن البشارة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. كالعادة آية سيد العارف، ماذا تقول عن هذه الآيات قبل أن نواصل؟ جزاك الله خير، يا ليتك تخبرني قبل أنني سأعلق حتى أحضر في ذهني بعض المعلومات، لكن لا بأس. الله سبحانه وتعالى ذكر في أوائل هذه السورة، في أوائل هذه الآيات، أقواما قد متعهم الله تعالى بعدد من النعم لكنهم لم يحسنوا شكرها. عندها نقلها الله تعالى إلى قوم آخرين، ثم بين الله تعالى حالهم بعدما نقلت النعمة عنهم، فقال جل جلاله: كم تركوا من جنات وعيون، هل أغنت عنهم هذه الجنات والعيون أو نفعتهم لما جاء العذاب من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مشابه لقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال الله: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فبين الله تعالى أن النعمة إذا شكرت قرت وإذا تركت فرت. ثم بين الله تعالى في هذه الآيات أحوالهم لما نزعت منهم هذه النعم، قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل السماء تبكي على الإنسان إذا مات، أم هل تبكي عليه الأرض؟ يقول مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: ما من مسلم إلا وله موضع في الأرض اعتاد أن يتعبد فيه، قد لا يكون هذا الموضع يتعبد فيه دائما، لكن سبحان الله بطبيعتك إذا دخلت بيتك وأردت أن تصلي السنة أحيانا أو كانت قد فاتتك الصلاة الفريضة، من طبيعة الإنسان يكون في موطن معين في البيت دائما يذهب ويصلي فيه في غالب الأحيان، وطبيعته أيضا إذا كان يصلي في مسجد معين بجانب بيته في غالب الأحيان أن فلانا يصلي على جانب الصف أو على يساره، قد تعود الناس منه هذا. ما من مسلم إلا وله موطن في الأرض تعود أن يتعبد فيه، وله باب في السماء يدخل من خلاله عمله. قال: فإذا مات هذا المسلم بكى عليه موضعه من الأرض الذي كان يذكر الله تعالى عليه، وبكى عليه موضعه من السماء الذي كان يصعد من خلاله عمله. فقال الله تعالى عن هؤلاء الضلال الذين لا عرفتهم الأرض بعبادة ولا عرفتهم السماء بارتفاع عمل صالح: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم بين الله تعالى فضله على بني إسرائيل، فقال جل جلاله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، وذلك أن الله تعالى أتاه ما أتاه من الملك والمال، فقال: ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله تعالى من فوقه. ثم بين الله تعالى عظمه جل جلاله فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن يا ربي ليش خلقت السماوات والأرض وما بينهما؟ قال: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا لنبين عظمتنا ولأجل أن يتعبدنا أن لأجل أن يعبدنا الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يا ربي إذا في واحد ما عبدك ولا شكر هالنعمة ولا كان له عمل في الأرض ولا كان له باب من السماء يرتفع إليه عمله، يا ربي أنت ماذا ستفعل به؟ اسمع ماذا قال الله بعدها: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. خله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، خله هذا يترك الصلاة وهذا يفعل ما يشاء من الحرام وهذا يؤذي من يشاء من عباد الله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. قال جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
ما يستطيع يقول يا ربي صحيح أنا أشرب الخمر بس فلان هو الذي وقعني في الخمر. لا 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 يغني مولا عن مولا شيئا. قال صحيح يا ربي أنا زنيت لكن فلان هو الذي كان يأخذ بيدي ويذهب بي إلى بيت الدعارة. لا لا ما يغني مولا عن مولا شيئا. يا ربي صحيح أنا أكلت ريبة لكن فلان هو الذي كان يوقع لي الأوراق ويذهب بي إلى البنك. لا يغني مولا عن مولا شيئا. يا ربي صحيح أنا كنت أترك الصلاة لكن فلان هو الذي جعلني أترك الصلاة وكان يشغلني عنها. لا 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 إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كل واحد مسؤول عن نفسه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا في طائفة.